السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها هيلبر فانكشن فيرسس ويدجت لما تيجي تبني يوزر انترفيس بتاعك بتاع فلاتر ابلكيشن. طبعا الدرس ده ممكن يعني مش لازم تكون واخد الكورس او ماشي في الكورس اللي احنا سجلناه من سنتين تقريبا. انا فوجئت النهارده ان الفيديو الكود اللي احنا كاتبينه من 2021 يعني. عموما هو موضوع منفصل، ولكن هحط برضو الفيديو ده في مكانه في الكورس لو انت لاي سبب من الاسباب متابع الكورس القديم ده. طيب ايه الموضوع؟ الموضوع ان انت لما تيجي تبني يوزر انترفيس سكرين زي اللي قدامنا دي، اللي هي اسمها ليست كورسز، ده شكل احنا بنبني بيه السكرين. فهتيجي مثلا البيلد فانكشن، جبت الكورسز ليست، وبعد كده عملت ايه؟ المفروض ان انت هنا البيلد فانكشن بترجع فيها الويدجت اللي هي بتمثل يوزر انترفيس بتاعك. فانت عندك اكتر من طريقه تكتب بيها الكود بتاع الجزء ده. اول طريقه انك تعمل هنا على طول كده return list view، وتبتدي تكتب ايه الكود الويدجت كود بتاعتك او الكود بتاع الويدجت بتاعتك كله جوه ال return هنا، ماشي؟ طبعا ده هيبقى اسوأ حاجه ممكن تعملها، لان ده هيبقى الكود البيلد فانكشن دي هتبقى كبيره جدا، والكود بتاعك هيبقى كله في مكان واحد، وهيبقى صعب انك انت تعمل له مينتنس وحاجات كتيره. ايه اظن دي اوضح حاجه ممكن نتكلم فيها. طيب نيجي بقى للطريقتين او الحاجتين اللي فيهم ايه مناقشه. الطريقه الثانيه انك انت ممكن تعمل فانكشن زي ما احنا شايفين كده. الفانكشن دي بتقول له يرتيرن بيلد كورس سكرين، يبقى انت هتعمل فانكشن. الفانكشن دي هي المسؤوله عن البيلدنج بتاع اليوزر انترفيس بتاع الكورس سكرين، هي الكود اللي قدامنا دي، وهتكتب جواها الكود اللي هو ايه بيرتيرن. طبعا الكود ده صغير، انا جبته من نفس الكود اللي احنا كنا بنشرحه في احد الفيديوهات يعني، وده سيمبل جدا انك انت تقراه وتفهمه وتفهم منه الفكره. طيب هنيجي هنا في سكافولد، في سيف اريا، في كولوم. الكولوم ده جوه التشيلدرن بتاعته. بصوا كده، كنت انا ممكن برضه جوه التشيلدرن هنا احط التو ويدجتس بتوعي على طول جوه الكود. لا، انا فصلتهم ايه؟ فصلتهم فانكشنز، تو فانكشنز، واحده اسمها بيلد كورس ليست هيدر، وواحده اسمها بيلد كورس ليست، اللي هي الهيدر اللي فوق ده والايه؟ والليست اللي قدامنا دي. فصلت دي في فانكشن وفصلت دي في ايه؟ في فانكشن تاني. طبعا التكست بالشكل ده دي حاجه وديعه جدا في الكود، ماشي؟ بس ايه، مش موضوعنا دلوقتي يعني، مش فاكر احنا كنا اتكلمنا عنها ولا لا صراحه يعني. هو السترنجز تبقى على طول جوه ايه؟ جوه الكود. عذرا، مش موضوعنا، نكمل. ايه اللي احنا عملناه هنا؟ احنا عملنا حاجه اسمها هيلبر فانكشنز او فانكشنز او ميثودز. الميثودز دي عشان ايه؟ بدل ما كاتب الكود كله بتاعي واكتبه كله في مكان واحد، بفصله لاجزاء اللي هي ايه؟ الميثودز، زي ما انتم شايفين كده، ماشي؟ وتاخدوا بالكم هنا انا عامل اندر سكور من باب اتباع الكونفنشنز، اللي هي ايه؟ الميثودز دي مش المفروض تبقى فيزابل بره الكلاس، فالمفروض انها تبقى برايفت، فبحط قبلها ايه؟ اندر سكور. وان كان ده يعني لما ابتدى الناس بقت تكتب كود كتير، ما قالتش الموضوع ده مهم قوي يعني، محدش من كلاس تاني هيبتدي هيكون الفانكشن دي، فايه مش مهم قوي، فانت حاطط اندر سكور، ما حطيتش اندر سكور ايه؟ مش مهم. يبقى دي تاني طريقه اللي هي ايه؟ تنظم الكود بتاعك بتاع اليوزر انترفيس عن طريق ايه؟ ميثودز او فانكشن. كل ميثود بتبيلد حته من ايه؟ يوزر انترفيس. طيب الطريقه الثالثه انك تعمل ويدجتس، ويدجت كلاسز منفصله سواء في نفس الفايل او فايل منفصل بدل الفانكشن. ازاي الكلام ده؟ تعالى مثلا على دي build course header list، اللي هي الهيدر اللي فوق ده، ماشي؟ زي ما انتم شايفين كده، ده الكود بتاع الهيدر. انا ممكن اسيبه زي ما هو كده، وممكن لا اعمل ايه؟ اعمل فايل جديد. خلينا الاول نعمله هنا كلاس جديد، وبعد كده بنقله في فايل منفصل. هاجي تحت هنا هعمل stateless widget، هنسميها main او courses list header، ماشي؟ اسم يكون معبر عن الايه؟ الحاجه اللي احنا بنعملها. وبعدين هاجي بقى اخد الكود ده كده من هنا، واخده كات واحطه هنا، ماشي؟ واشيل بقى الفانكشن دي خالص، مش هستخدم الفانكشن، هستخدم ويدجت. يبقى انا عايز احط دي هنا، يبقى ناخد اوبجكت من كورسز ليست ايه؟ هيدر. يبقى السكرين بتاعتي التشيلدرن بتاع الكولوم ده كورسز ليست هيدر، وكورسز ليست لسه هنتكلم يا جماعه، ما غيرناش دي. ايه اللي حصل هنا؟ بدل ما استخدم فانكشن استخدمت ايه؟ ويدجت، ماشي؟ طيب في رأيكم كده، حتى بس بمجرد النظر، تفتكر مين أفضل يعني؟ أنا رأيي بمجرد النظر من غير ما نعرف أي أسباب علمية، ده هيبقى منظم أكتر، حيث كمان لو خدناه كل ده
كده، وحطينا بقى كمان فايل منفصل ماشي، وهحط الكلام ده هنا، والامبورت الامبورت بتاعتنا دي كده تمام، وهاجي هنا امبورت دي هنا. طبعا انت لو متعرفش فلاتر او متعرفش احنا بنعمل ايه فالفيديو ده مش ليك يعني ماشي، احنا بنتكلم في الفيديو ده حد بيتعلم فلاتر دلوقتي وابتدى يكتب كود، ولو كان بيشاهد الكورس اللي هو اللي الفيديو ده ممكن هيبقى ينتمي يعني ليه، فهو في نصه او حاجة بس عشان يبقى ايه في الصورة يعني. طيب فصلته انا اهو، تعال نشوف الاخطاء بتاعتنا ايه. هنا في تقريبا كوز زيادة بس هنشيله، وهنا الهيدر ده زعلان ليه؟ زعلان عشان كواد من نلعب الأجمل فيها هو enabled. خلينا نشيل أصلا إيه ده دلوقتي، مش موضوعنا خالص إن احنا هنتكلم فيه في النقطة دي. تعال نشوف ده الكوز كمان، مش كده إيه خلاص شوية بس إيه دلوقتي. يبقى احنا كده دي الكورسز ليست سكرين بتاعي ماشي، دي بداية يوزر انترفيس سكافولد سيف اريا كولوم، وبعدين هنا ده الجزء اللي انا غيرته، بدل ما بقى فانكشن بقى ايه بقى كلاس منفصل. طبعا من كورس الاوبجكت بروجرامنج احنا عارفين الكلاسز مفيده في حد ذاتها، يعني مجرد انك فصلت في كلاس بقيت انت مستفيد بدون ما بدون ما نتكلم عن حاجات خاصه بفلاتر. يعني ايه الاستفاده بتاعتك لما تنقل الكورس الكود ده في كلاس لوحده؟ اول حاجه ان الكود بتاعك منظم تمام، بدل ما كل الكود يبقى مكركب في كلاس واحد، ادي تنظيميه. تاني حاجه لو انت هتعمل حاجه اسمها متقدمه شويه بالنسبه للليفل بتاعك دلوقتي، يعني وانت بتشتغل حاجه زي كده تيستنج، لو انت عايز تعمل تيستنج تكتب كود بيتست الكود تمام. لو انت عايز تيست كود زي ده هيبقى سهل جدا انك انت تعمل تيستنج للكود لو هو موجود في كلاس منفصل، عن انك تعمل له تيستنج لو هو حته جوه ايه جوه كلاس تاني ماشي. طيب نيجي لفلاتر، ايه الحاجات اللي احنا استفدناها كفلاتر ابلكيشن لما فصلت الويدجتس اللي ينفع او مناسبه انها تتفصل كويدجت لوحدها؟ فصلتها في كلاس منفصل مش جوه بيلد فانكشن، فصلتها في كلاس منفصل وربما كمان فين في فايل منفصل. استفدت انا ايه بقى كفلاتر ابلكيشن؟ استفدت ان دي بما انها ويدجت منفصله استفدت انها بقى ليها اللايف سايكل الخاصه بيها، البيلد لايف سايكل او البيلد سايكل بتاعتها. معنى ايه؟ لو لاي سبب الويدجت دي احتاجت انها تريبيلد مش هتاثر ابدا في بقيه السكرين اللي هي ايه بتنتمي ليها. بمعنى لو فرضنا ان السكرين دي او الجزء ده اللي هو الليست هيدر ده في بطن هنا، والبطن ده لما بدوس عليه بيغير كلمه الدوات الحاليه دي يخليها ايه يعني مثال مش عامل قوي بس يعني هيعمل اي تغيير في الحته دي، يعلم صح يزود الرقم بتاع الدوات اللي سجلت فيها، اي تغيير تاني في الهيدر هنا بطن، البطن ده بتدوس عليه بيغير حاجه فين في الهيدر ده برضه، بيغير ايكون او بيعلم حاجه او بيعلم سيت او اي حاجه اي تغيير. لو الكلام ده لو احنا مش عاملين ويدجت، لو احنا عاملينها فانكشن زي ما كنا عاملين في الاول، فانت هتضطر تعمل ايه في الاون كليك بتاعت البتن هتغير الداتا وتعمل سيت ستيت، بغض النظر تستخدم اي ستيت مانجمنت سواء ستيت فول ويدجت او بروفايدر اي حاجه، هتغير الداتا وتعمل ريسيت للستيت، فاليو اي بتاع اليو اي بتاعك تحصل له ايه؟ يحصل له ريبيلد بالايه؟ بالستيت الجديد، صح كده؟ مش ده فلاتر شغال كده؟ طيب لو ده حصل وانت جوه الفانكشن جوه الميثود دي تنتمي لمين؟ تنتمي للويدجت دي اللي هي الكورسز ليست كلها اللي هي السكرين اللي قدامنا دي كلها. فلو عملت الكلام ده جوه فانكشن وعملت ريبيلد فاللي هيريبيلد ايه؟ كل الحاجات اللي البيلد دي تبعها، كل السكرين دي هيحصل لها ريبيلد. تاني لو احنا عملنا هنا ده جزء من السكرين اهو، لو احنا مش عاملينها في وجهة منفصل وعملنا هنا اي تغيير من اي نوع اضطرينا نغير الستيت واضطرينا نعمل ريبيلد، فلان دي مش وجهة منفصله ملهاش بيلد ميثود وبيلد كونتكست خاص بيها موجوده هنا، فلما تعمل تشينج الستيت هتريبيلد السكرين دي ايه؟ هتريبيلد السكرين كلها، يعني هتريبيلد كل حاجه في السكرين دي اللي هي كل حاجه تبع الكلاس ده اللي هي كل حاجه تبع البيلد ميثود دي، كل ده يحصل له ايه؟ يحصل له ريبيلد. انما لو احنا فاصلينها بشكل منفصل بالشكل اللي احنا عاملينه ده فهي اصبحت وجهة منفصله تمام؟ ليها البيلد ميثود بتاعتها وليها الايه؟ البيلد سايكل بتاعتها، فاي تغيير هيحصل هنا لو اضطريت لاي سبب ان انت تريبيلد الويدجت دي هتريبيلد بس الهيدر ومش هتريبيلد اي حاجه ثانيه فين؟ في السكرين. ف
انك تفصل الكود بتاعك، انك تفصل الكود بتاعك في كلاس بدل انك انت تحطه في ميثود، ده افضل من ناحيه الحاجات اللي احنا قلناها، موديولاريتي، تنظيم الكود، التستابيليتي، انك تست الويدجت دي منفصله او الكلاس ده منفصل، وانك كمان اللايف سايكل بتاعتها تبقى منفصله، وبالتالي تافويد ريبيلدز ملهاش لازمه لكومبوننتس اخرى فين في السكريبت. تمام كده؟ طيب طب ما استخدم بقى ويدجت ويدجت على طول، ما استخدمش بقى بيلد كورسز ليست خالص. فاين، لو ده الوضع، لو الكود بتاعك انت بتكتبه ينفع يتقلب ويدجت بالشكل ده، فاين جدا استخدم ويدجت على طول. تمام، ولكن هتلاقي بعض الكيسز في حاجات انت مش مستاهل انك تفصلها ويدجت، حاجات فعلا بتنتمي ايه، بتنتمي للسكرين دي. يعني مثلا السكرين دي فيها السكافولد، وفيها السكرين اولها سكافولد، فانت ممكن تحط السكافولد هنا. طب مش عايز تحطه هنا، ممكن تعمل تفصل فانكشن، تعمل فانكشن سواء تحط اندرسكور مش تحط اندرسكور، مش موضوعنا، مش تفرق قوي يعني في الكونتكست اللي احنا بنتكلم فيه. طيب ممكن تعملها فانكشن زي دي كده، مش هتعملها هي كمان ويدجت، فانت برضه ايه، ما تبقاش كل حاجه تعملها ويدجت. لو انت عندك سكرين زي دي مثلا فيها ده اللي هو الكارد، الكارد ده احنا طبعا اوريدي من البدايه فاصلينه فين، في ويدجت منفصل. ماشي، الكارد ده فيه حاجات كتير، عندك فيه بادنج، وفي الكارد نفسه في راوند ريكتانجل، في حاجات كتير. ما تروحش لكل ويدجت، كل ويدجت تفصله في كلاس منفصل، مش ده مش منطق برضه. لازم تكون عندك ايه السنس انك انت تميز ايه اللي تفصله في ويدجت منفصل. لو عايز تعرف شويه حاجات تساعدك في تحديد ده، حته انك انت اللايف سايكل بتاعتها لو في اي تغيير ممكن يحصل فيها فمش عايز ياثر على باقي الحاجات، دي حاجه. الحاجه الثانيه استخدامها في اكتر من سكرين، لو انت الهيدر ده بتستخدمه في اكتر من سكرين ميثود اصلا مش هتكون منطقيه. الصح وان انت دماغك هتوديك ليها على طول انك انت تفصلها ايه في ويدجت منفصله. الحاجه الثانيه تقسيمتك للكومبوننتس بتاعت الصفحه نفسها، لو انت بتعمل يو اي سكرين كومبليكيتد شويه وبتت، وهقول لك قسم الصفحه دي لاجزاء، كل جزء بيحتوي على حاجات ليها علاقه ببعض. فالسكرين دي مثلا هتعمل ايه؟ هتقول لي اول جزء اللي هو ايه الهيدر ده، ده واضح ان هو جزء منفصل يعني مش مرتبط قوي باللي بعده. الكارد ده، كل كارد من دول الكارد كوجيت منفصله، الليست نفسها دي كومبوننتس او وجيت منفصله. فتقسيمتك المنطقيه للكومبوننتس على الصفحه بتاعتك اللي ليها علاقه ببعض هيساعدك برضه في انك انت تفصل ايه، تفصل الويدجتس ايه بالظبط اللي تفصله في ويدجت منفصل. ماشي، تيجي هنا على الكارد ده ما تقوليش هفصل الصوره في ويدجت منفصل في كلاس منفصل، وهفصل التكست في كلاس منفصل، لا خليك ايه، خليك في المنتصف كده، في الوسط. تمام كده، بس دي كده كان فيديو انا حسيت ان هو مهم، لان في ناس ابتدت تتكلم عنه، وفي الكورس بتاعنا ما غطيناش اي حاجه خالص على الكلام ده، كل شغلنا كان استخدام البيلد كورسز. طبعا كنا من البدايه متعودين ان الحاجات اللي هي منطقي جدا انها تفصل كنا بنفصلها، ولكن برضه تنويه ان البيلد ميثود، اعمل بيلد فانكشن واكتب فيها الكود بتاعك جواها ولا افصلها في ويدجت منفصله، دي حاجه ايه مهمه وهتساعدك في الابلكيشنز بتاعتك. اتمنى ان الفيديو ده كان مفيد ليكم وجاوب بعض الاسئله. شكرا لحسن الاستماع. السلام عليكم. لو الويدجت، لو انت عامل ستيتلس ويدجت منفصله في كلاس منفصل، ايه اللي هستفاد منه؟ هستفاد منه ان الويدجت دي بقى ليها البيلد سايكل المنفصله بتاعتها. يعني ايه؟ يعني احنا عارفين ان فلاتر شغال ازاي،
ستيت معتمد على حاجه اسمها الستيت مانجمنت، واتكلمنا عنها في الكورس برضه. فلما الستيت بتتغير بتطلب من فلاتر يريبيلد السكرين بتاعتك عشان يعرض الستيت السكرين بالستيت الجديده، ماشي كلام؟ طيب لو الكود بتاعك متقسم ويدجتس في كلاسز منفصله، فويدجت زي دي لو انت مش محتاج تبنيها مره تانية مش تبني. يعني ايه؟ يعني لو لأي سبب انت هنا غيرت الستيب بتاعت السكرين دي، لو طبعا يعني لو لأي سبب السكرين دي الستيت بتاعتها اتغيرت، ماشي، فالويدجت دي مش هيحصل لها ريبيلد. ليه؟ فكده هتبقى انت فصلت اللايف سايكل. طيب في فلاتر بقى احنا استفدنا ايه؟ طيب كفلاتر بقى احنا استفدنا ايه؟ طبعا استفدنا خصائص الاوبجكت اند بروجرامنج والمودولاريتي والكود اورجانيزيشن كلها. بلس في فلاتر بقى سبيسيفيكالي ايه؟ لما انت فصلت الكود ده في كلاس منفصل، ماشي، بقى ليه اللايف سايكل الخاصه بتاعته. كل ويدجت ليها اللايف سايكل بتاعتها اللي هي الستيت بتاعتها والريبيلد سايكل بتاعتها وكده، تمام. فلما فصلتها اصبح ان السكرين دي او الجزء اللي انت فصلته ده لو في باتن او في حاجه او في ستيت خاصه بيه، فالستيب بتاعته بقت منفصلة، وبالتالي لو انت عملت ريبيلد للجزء ده مش هيأثر على بقية السكرين. يعني مش فاهم حاجة. تعال ناخد مثال. لو السكرين دي هنا فيها باتن، لو احنا حطينا هنا في هنفترض ان الهيدر ده تعال نحط فيه باتن، ماشي،